كمان على التجديد للنجوم، يعني كابتن رمضان قال لي ان في كابتن محمد الشناوي وخمس نعم لاعبين هتبداوا تتكلموا من اجل التجديد. هل نعم يعني خلاص حسمتوا اللعيبه، حسمتوا المقابل المادي وهكذا؟ قدامنا والامور يعني شغالين فيها بشكل كويس، وان شاء الله بيبقى اولادنا واحنا حريصين عليهم وهم حريصين ان هم يكونوا متواجدين، فده ان شاء الله مين غير الشناوي يا كابتن مختار؟ في شوبير مصطفى شوبير، اصله عنده 3 سنين كمان اظن، يعني مديله كمان. نعم يعني في كذا ده مضى خلاص، يعني مفيش مشكله. نعم. ففي حمزه، يعني حمزه علاء الحارس، يعني 3 حراس ما شاء الله، الثلاثه يستاهلوا طبعا. والله احنا صراحه يعني انا يعني حريص جدا 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 على الثلاثه، وخصوصا يعني الشناوي، يعني الراجل اصلا يعني هو يعني الحمد لله استمراريته دي طبيعيه وعاديه. نعم. لكن كمان حريصين اللي وراه واللي معاه، برافو عليك، اللي هيعملوا لنا الاضافه في الفتره الجايه دي، وهي دي يعني رغم ان عندهم عقد مستمر لكن انتوا كمان هتمدوا العقود. نعم. اكثر حد حريصين عليها هي الحته اللي احنا بنقول عليها حراسه المرمى، تعلن عن استمرار الشناوي ان شاء الله، التفاوض معاه للاستمرار وتمديد عقود مصطفى شوبير وحمزه علاء وغيرهم من اللاعبين ان شاء الله.